تحت رعاية معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أقيم حفل تكريم مجموعة قوة الواجب العملياتي الخاص 14 التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك صباح اليوم بالحرس الملكي. ولدى وصول معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الحفل، كان في استقباله سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وسمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي. وبعد عزف سلام معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، تفقد معاليه طابور العرض الذي اصطف لتحيته. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أصحاب السعادة، الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي، نرحب بمعاليكم أطيب ترحيب في الحرس الملكي، كما أقدم لمعاليكم خالص الشكر على تفضلكم في هذا اليوم لتكريم هذه النخبة من أبطال قواتنا الباسلة قوة الواجب 14 الذين شاركوا أخوانهم في قوات التحالف العربي بقيادة شقيقتنا الكبرى المملكة العربية السعودية بالدفاع عن الدين والأرض والعروبة والكرامة، بعد قيامهم بتسليم راية المجد والإقدام إلى قوة الواجب 15 التي حلت مكانهم في ميادين الرجولة والتضحية. صاحب المعالي، لقد وضع سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه الأسس والقيم والثوابت التي قامت عليها العقيدة العسكرية البحرينية المستمدة من عقيدتنا الإسلامية السمحة، والتي ثوابتها إطاعة الله والدفاع عن الدين والإخلاص والولاء لجلالة الملك والانتماء للوطن والدفاع بدمائنا وأرواحنا عن أمنه وأرضه وحدوده براً وبحراً وجواً، والحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية للدولة والشعب ونصرة الأشقاء في محيطنا الخليجي العربي، وإن إيماننا المطلق بعقيدتنا العسكرية التي خطها سيدي حضرة صاحب الجلالة هي النبراس والمنهج القويم لكافة منسوبي قواتنا المسلحة منذ مرحلة التأسيس والبناء الأولى لقوة الدفاع البحرين، والتي شارف بنائها على 50 عام من الإنجاز والعطاء والتضحية. وفي الختام أدعو الله العزيز القدير أن يحفظ قائد مسيرتنا سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى سنداً وذخراً للأمة العربية والإسلامية، وأن يحفظ مملكتنا من كل سوء ومكروه، كما تقدم بالشكر إلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظ الله على دعمه وتوجيهاته المتواصلة لأبنائه في قوة الدفاع. والشكر موصول لكم يا صاحب المعالي على جهودكم الكبيرة في تذليل كافة الصعاب في كل المهام المسندة لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم تفضل معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مجموعة قوة الواجب العملياتي الخاص 14 التابعة لقوة دفاع البحرين، تقديرا لهم على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية. وبهذه المناسبة عبر معاليه عن فخره واعتزازه بضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين بمشاركتهم في عمليات التحالف العربي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وضمن الروابط الأخوية التاريخية وفي إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع الأشقاء. كما نقل معاليه لهم تحياتي وتقدير جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد.